مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحدث، والتي نناقش فيها في هذه الليلة موضوعا مهما وحيويا جدا، ألا وهو موضوع إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمعادن سنيم. طبعا كما هو معروف، في الأسابيع الأخيرة أعلن مناديب سنيم عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أولا في مدينة زويلات عن دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل بعد التوقف الجزئي لمدة 4 ساعات. العمال يؤكدون في بياناتهم أن نسبة الإضراب وصلت إلى 90%، بينما تؤكد الشركة أن هذا الإضراب لم يؤثر على عمل الشركة، وأن القطار ما زال يسير بحمولته الطبيعية من زويلات باتجاه أنواذيبو. بعد يومين أو 3 من الإضراب، دخلت كونفدرالية هي سي ان تي ام على الخط بالنسبة لهذا الإضراب الجديد. يسعدنا أن نستضيف لكم في هذه الحلقة كل من الأستاذ محمد فالو الشيباني، وهو الأمين عام فيدرالية المعادن طبعا المنطوية تحت الكونفدرالية العامة سي جي تي ام، وكذلك سينتيم عفوا سينتيم، وكذلك نستضيف لكم من الضيف الاخر من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا سي جي تي ام، الاستاذ محمد فال الذي ينتظر وصوله بين الفينة والاخرى. اذا اهلا بكم معنا استاذ محمد فال. طبعا عمال اضراب شركة سليم هو اضراب لدرك عاد حوالي 4 ايام ولا 5 ايام. القضيه السؤال درك المشاهد يصور على السؤال الجوهري للاضراب، شتمني نخرج شنو الاسباب المؤديه للاضراب؟ اولا شكرا على الاستضافه، شكرا لقناه شنقيط على هذه السانحه، وفضل ان نتكلم بالحسانيه باش باش تفهم الناس يعود الجمهور العريض هو السانه. اشكر القناه على هذه السانحه، وللاضراب اشتملي نخرك هو اشتملي ما اخرك. حقيقه الاضراب كانت ظروف اللي تقتضي الهشي خلقت، وكان هنالك اتفاق مؤسسي للاشاره، الاتفاق المؤسسي قانون حق من تتفق المؤسسه، اطراف المؤسسه يعني العمال ممثلين مناديبهم والشركه ممثله بادارتها، من يتفقوا على شيء اصبح قانون من مصادر التشريع في قوانين الشغل. وين تخلق الاتفاق؟ هذا خلق في 4 مايو 2014، يعني مايو الماضي. خلق هنالك اتفاق بين عمال الشركه من حيثيات هذا الاتفاق، على ان تخلق فيه زياده معتبره تعود محتسبه من بدايه الشهر العاشر من هذه السنه المصرمه. وفعلا انتظر العمال الين خلق الميعاد. فإذا الشركة تباغتهم بتأجيل تحت ذريعة هنالك أزمة، وأن سيؤجل الزيادة العامة للأجور ستؤجل إلى أن يتضح المسار بالنسبة للشركة، وأعطوا لذلك موعد يناير من السنة الجديدة، هذه السنة 2015. وكان هذا من طرف واحد، يعني من جانب واحد، احنا بعد ما نتكلم بالحسنيه كان هذا من جانب واحد، يعني ما من جانب الشركه يعني ما شاركت العمال، ما ناقشت معهم التاجيل، ما خلق مثلا حوار مع العمال يمثلين مناديبهم حول هذا التاجيل والدواعي له. نعم قالت الشركه اعلن تعيش ازمه، وفعلا هنالك انخفاض في اسعار الحديد على مستوى العالم، ولكن هذا ما هو اللي يجعل الشركه في ازمه. كان يلا تخرج نقاش وينقنع العمال على ان في ازمه. بالنسبه لنا احنا الازمه ما هي موجوده ولا فات حلت. بالنسبه للشركه، وهذا نوضحه كالتالي، بالنسبه للشركه مضات جهد والله كامل 2014 اسعار الحديد بمستوى يتيح لها أرباح معتبرة، كان فوق سقف 80 إلى نهاية السنة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، وإن كان خلق انخفاضات تحت من ذاك، إلا أن هم عوامل مصاحبة له تجعل ثمن تكلفة الإنتاج هي أيضا تنخفض،
هنالك سعر الوقود اللي انخفاضات تصل إلى 60%، والآن ما زال في انخفاض. هنالك سعر الصلب اللي تنتج منه قطاع الغيار اللي تتزود منها الشركة، هذا انخفض بمستويات زادت على 30%. أسعار يعني قطاع الغيار، أسعار الصلب اللي هو تعدى منه قطاع الغيار. هنالك أيضا سعر الدولار اللي ينباع به الحديد، هذا ارتفع ارتفاعات هائلة جدا. وفي المقابل انخفض سعر اليورو اللي تتزود من خلاله شركة مشترياتها تقضيها وديونها تقضيها بالأورو، والأورو انخفض انخفاضات مذهلة وارتفع الدولار. هذا كامل يجعل تكلفة الإنتاج انخفضت بجد والله بأكثر من اللي انخفض به ثمن البيع، وبالتالي السيولة والأرباح التم هي خاصة يعود العمال من ناحية الأهداف الإنتاجية والأهداف المبيعات حققت الشركة فوق منها بجهود العمال، يعود هذا ما هو متلائم. وكون ملي هذا تعدل الشركة من طرف واحد، يعني تقرر هي من طرف واحد، كان ما مع أحد ولا هي أمام التزامات قوية جدا قوة القانون، تقرر هي من طرف أحادي أعلنها ما تستجيب لهذه الزيادة في وقتها، يعني من بداية شهر أكتوبر. لأن هذا هو اللي جعل هذا هو السبب المباشر للإضراب وعدم استعداد الشركة للتفاوض حول هذه الوضعية. نحن بشكل خاص المنظمة اللي ينتمي لها نقابة، كان النقابة اللي ينتمي لها ساعات أنها تعود هذاك هو السؤال الحق اللي هذا هو السؤال اللي كان اللي يجرنا للسؤال الاخر. احنا قاعد ضيف اللي يمثل الكونفدراليه العامه للعمال المتنوعه ما توصلنا ننتظر بين الحلول الاخرى. يا غير انتم قلتوا ذاك عن السنين قعدت من طرف مش لا تسمح لي شوي ذاك نعود نزرها شوي اللي للاسف ما تعذر اني احصل على ضيف منها. الشركه قررت قلتوا احنا قررت هذا انها تعدد الاجراء بحيث انها ما قلتوا انتم ما تتعهد بزياده بنود الاتفاق. علاش هي كما نعرفوا على ان السي ممثله في 6 نقابات على ما اعتقد 6 نقابات فريق المناديب يكون 6 ست نقابات ستة. علاش تقوم واحده منهم هي الكونفدراليه العامه الموريتانيه تضرب الاخرات الخمسه ضرب معهم زادهم الاخرين ضرب معهم عمال ضرب معهم عندهم رغم انكم انتم التحقتوا بعد ذاك نهارين والله ثلاثه رغم ان زادوا 4 ما دخلوا الى الخط. هذه هي القطبيه اللي لا ينشر لها اللي كانت موجوده منين خلقت الشركه، ما عدلت فقط على انها ما اعطت الزياده المعتبره اللي في اتفاق معها ونكثت بالاتفاق، بل دارت عليها على انها ساعات التفتيت العمال تفتيت النقابات هذا يجيب اخبار 6 نقابات نعم اعطت مباشره بعد الاتفاق اللي خلق ذيك الساعة ونجاح كان يظهر نجاح توقف عن العمل لا نساو عنه التوقف عن العمل كان بنسبة 100% هو أيضا في فاتح مايو المنصرم وخلق وراه اتفاق. قامت الشركة مباشرة وراه أعطاه علاوة للناس اللي ما استجابت للإضراب هما قلة خصتهم بعلاوة وهي راتب بمناسبة مايو وكري لهم على أنهم ما استجابوا للإضراب وندوا العمال بقوة بهذا الإجراء وقالوا عنه يمس من روح الاتفاق اللي خلق معاه أنه هذا مثلا نكيل جراح في كرية عايد مبطنة في كرية وبالتالي انقسمت الطيف العمالي النقابات بشكل خاص انقسمت إلى طيفين، واحد مندد ابدأ والاخر ما ندد به زين، وبالتالي من همات اياها نشئت قطبيه. من نشئت هذه القطبيه؟ مراقنا احنا اللي هو سنتان عدنا نحاولوا هاي القطبيه ما تتعمق، لان العمال دائما حقه اللي حقه الا بالاتحاد ولا بسير في اطار واحد.
هذا حقيقة، هاي اتجاه لحد غير منين خلق، منين خلق التأخير من طرف السنين فاتح أكتوبر، إن زادت حدة هذا الاستقطاب وتمينا الله في اتجاه الصلح بين الأطراف. وحتى السنين بالمناسبة اتصلنا بها رسميا وقلنا لها عن هذا ما هو يلا تصرف من طرف واحد بشكل أحادي وادعاء أنها ما تيها أزمة بدون دخول في حوار مع ممثلين العمال، أعلن هذا ستنشم عنه مشاكل، وأعلن واقع السينما اليوم تيها في انتقال من 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 أجيال، انتقال أجيال كانت فيها شيء من الأجيال القديمة، شيء من الناس اللي ماشية بفعل التقاعد. الآن السينما فيها هجرة كبيرة جدا بسبب التقاعد، وفيها دخول العناصر شابة كثيرة جدا، وهذا الشباب عنده خصائص. يا التسنيم كانت تفهمها باش ما تتعرض لهذه الهزات وهذه المشاكل. شباب أولا يتطلع إلى تحسين ظروف المعيشة أكثر بأشكال ما هي اللي كانت تتطلع لها الناس، يتطلع للمستوى من العيش أحسن بكثير من اللي كان متوفر قدامه للناس حقيقة. ناحية أخرى أنهم ما تقد تستخدم معهم الأنماط القديمة، الأساليب القديمة، يعني الضغوطات القبلية وش من الشباب الأكثر فيه، الأكثر فيه ما هو معيل الأسر، وبالتالي ما عليه ياس من الضغوط المتحرر. هذا واقع كان، هذا هو كان يلزم، كان يلزم على الشركة، وهذا رسميا شخصيا مكلف من مكتب النقابة القسم في الزولات، اتصلت برئيس مصلحة الأشخاص وقلت له أن نختار الشركة تحل عينيها على هذا الواقع وتعرف عن المآلات ربما تكون خطيرة، ربما تعود مثلا تتطور الى 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 ما لا يحمد، ما لا تحمد عقباه، وما لا ما لا يمشي في صالح المؤسسه والسلم الاهلي فيها واستدامه العمل فيها بشكل متناسق، بشكل منسجم، بشكل متناغم. للاسف الشديد فعلا ابدا استعداده وتفهمه للروايه غير ما تلبها. احنا اعلنا طالبين من السنم تستدعي الفرقاء كاملين، واحنا نكفلوا بان نتعاونوا مع جميع الفرقاء على ان توصلوا للحل. تناقش عاده السنم مثلا قاده تقنعنا وتقنع الراي العام العمالي، اعلن فيه ازمه حقيقيه، العمال الشركه شركتهم ولا هم احد احرص منهم عليها وقاعدين يتفهموا، ولكن طرف احادي وبشكل ما هو مقنع. والظاهر من الحال كله اعلن ما فيه ما في ما فيه يكون فقط محاوله مثلا ما اعطى ظهر ذيك الالتزامات والصد عنها. هذا هو اللي ازم الروايه. منين خلق ذا؟ خلقت بادرت سجتان ما شاورت معنا الحقيقة في الإضراب. إذن بادرت وطرحت إخطار بالإضراب بالتوقف أربع ساعات التوقف الجزئي عن العمل فعلا. وتمينا إحنا ماسكين شعرة معاوية نحاولوا أن الأطراف نحاول أعلن جميع النقابات تمشي في نفس الاتجاه العام للعمال اللي هو المطالبة بحقهم الثابت، ومولي أعلن الشركة تفتح المجال الحوار الجاد. وخلق فترة الإخطار بالتوقف الجزئي عن العمل وتم تنفيذه باستجابة كانت عريضة، وخلق أعلن تم الإعلان عن الإضراب المفتوح إحنا ذيك ساعة في اتصال مع الشركة ندوروها نقلعوها بإعلانها تستضيف منسقي المركزيات النقابية المؤتلف منها فريق المناديب، ندوروها تستدعيهم ويعود ذاك اللقاء يفتح المجال للحوار مع ما يستدعاه من وراء مناديب العمال يبدأ حوار. عقب الحقيقة منين دخلت منين خلق الإضراب مفتوح
تصلبت الشركة، تعنت الشركة وبات تستجيب للدعوة، الدعم. ولا خلق شيء من الإنتاج. لا ذوك الأيام، ذاك اليوم والنص اللي وراه، لا بي نحن ما فتنا، كنا في المبادرة، وحقا كان تصلبت الشركة وما تات مستجيبة للحوار مع النقابات. احنا قررنا الانضمام للعمال، وهذا هو اللي، هذا هو اللي عار علينا منه العار، هو اللي يلا نعدل واصلين جينا لجد الدفاع عن حقوق العمال، خاصة حق مشروع ثابت بالقوانين. هذا قانون شينقال الاتفاق المؤسسي، قانون وحق ما فيه مناكفة. وهذه الشركة ما تعرفه. تعرفوا غير يلا تسولوا الشركة لماذا ما توفي به. زين، بارك الله. نحاول نربط الاتصال مشاهدي الكرام بالأستاذ محمد محمود واليرق، مندوب عمالي في اتحاد عمال موريتانيا. طبعا هو في مدينة زويرات الآن، حيث يوجد مقر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السليم، من أجل أن يطلعنا على جديد الأخبار. ألو محمد محمود، ألو محمد محمود، نعم إذا مرحبا بكم وسهلا، تفضلوا. نعم 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 مرحبا بك مرحبا بكم محمد محمد محمود. شكرا خاص لقناة شنطيط الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والتي تسمت باسمنا وكان لها حظ منه. شكرا لكم. شكرا. معنى الصوت ما هو قاع جيد حتى انتج التقطعات. نعم معاك، تفضل. واصل واصل. الو نصنتو لك، واصل وتوف، واصل واصل حديثا. اود ان اوجه رسالتين. اود ان اوجه رسالتين، الاولى الى اداره السنين، والاخرى الى زملاء المبرمين منادب. تفضل. اما رسالتي الى اداره السنين، فهي اننا ننجز، فاننا ننجز نحن النقابات الثلاثة بالفصل الجماعي المتخذ من طرف إدارة السنين، ونطالبها بالعدول الفوري عن قرارها وبدون تأخير. أما رسالتنا إلى المنادب المطربين، فمفادها أن التعددية السياسية في موريتانيا صاحبتها تعددية نقابية. هدفها احترام الرأي والرأي الآخر من أجل التعايش السلم بين مختلف الشرائح والشعب الموريتاني، حيث حرية التعبير وحرية الرأي، كل هذا من أجل أن يشاع السلم والأمن واحترام الرأي والرأي الآخر. نعم. حتى ولو كان يخالف رأيه، هذا ما تجاهل المبرمجين. فكل ما ظهر احدنا في وسائل الاعلام وعبر ودافع عن موقفه، ردوا عليه بالشتائم وبذكر عيوبه ان كانوا يعرفونه، وبتهديده، وحشدوا شعراءهم ذلك. هذا ما يخالف مبادئ النقاش الشريف والبعيد عن التجاذبات السياسيه، الشتم والعيب والسب. هذا ما يشوف اللبنة، ولا يخلص الدين، ولا يزيد الاخلاص، ولا يخلص اخلاص العليات، ولا خمس قرآن تركيا، بل هو مرض من أمراض القلوب، هو اللي قاعد معاه شعره في القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم. يقول الشاعر صح، يقول الشاعر وشر الناس من يهوى السبابة، ويقول الشاعر ومن هاب الرجال تهيبه، ومن حقر الرجال فلن يهابه. أما النقابة التي يمثلها الشخص الذي ينزل أمامك، هذه النقابة انضربت للمضربين. وراي لكم بعد، إن كانت معانا إحنا وقط مشات علينا وقاستهم هما، ومن فهم مشات علينا الاثنين وفجأة معانا وعادت مصلحة، وكنا عندنا معاه كوميسيون للصلح برحة نورتي،
وراء يارك نضم فيكم يغير بعد الطب واقتلوا يقدموا لداي عقب يا رجل في الطب دي الطب طلبوا لا لا هو الحد وراء بعد ندارك يكون فيها الله يبارك فيك ان شاء الله انا مالي حايزينها مع ان قاع احنا ما نحن ولا ما هو احنا تبارد الشيبان احنا تبارد الشيبان اذا انا راسه يقول لك عن السبب المباشر يضرب هو طلب الزياده يقول لك الطالب هذا السبب الوحيد للاضراب هو الزياده. السبب الوحيد للاضراب ما هو الزياده يا احمد باك وتعرف شنو السبب الوحيد للاضراب خارج انتخابات فارك احنا مشرفين عليها الكونفدراليه العامل عمال موريتان الدور تحصل على اغلبيه الاصوات وتختار العاملين تدعو من هذه القوه ياك يقولوا العمال جات لنا سجلتهم ويزرقوا لها هاي تعرف ولا تبهر عن راسك. نعم قلت عن احنا ما قدرنا نلخذك انت اول ما نتزل قول لك عندك عارضه مقربيه احنا عندنا عارضه مقربيه ست نقاط انت عندك عارضه مقربيه من الصفر ما عندك عارضه مقربيه انت اليوم مفتش لا مفتش مفتش يعني لا يضر لا هو يقف شعبيه يا 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 المادة 357 و358 ما يتسم بهم الإضراب اللي يقولوا عن يا الله يعلم بقيت 10 أيام من أيام العمل هذا ما أخطوش فيه عقبات ما هو إجماع من المناديب والشيء الآخر ما شيء الحركة الإنتاجية في المؤسسة القوارب يمشوا والشوان في الترنو وين الوقت تنظم يستفيد ما هو عاطي أي قيمة لهم وهذا أعطي الصحة فيهم وشكرا شكرا جزيلا كان متحدث معنا الأستاذ محمد محمود وليارق وهو مندوب عمالي في اتحاد عمال موريتانيا طبعا نحن بعدون نختار نوه عن في قناة شنقيط الفضائية ما أن الطرف احنا طبعا هون من أجل إناط الرأي العام حول ذي الإضراب اللي خالق ذي الأيام على مستوى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين وطبعا تعذرنا الحصول على حد من الشركة ياك توضح لنا وجهة نظرها ولأننا قاعد في استقطاب معانا والله معاكم احنا في النهاية لا حدنا لا ينوضحوا للمشاهدين الكرام وجهة النظر حول والرأي العام جمال من هذه القضية نرحبوا بالضيف اللي انضم لي الأستاذ محمد الحبيب والشريف وهو عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا سجلتين اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا طبعا نحن كنا نتحدث سابقكم عن قضية الإضراب والظروف اللي خلق فيها لأن بدو معاكم ربما يعود السؤال الأهم هو لماذا المعروف أن السجلتين الكونفدرالية العامة موريتانيا هي الأولى أعطت إشعار بهذا الإضراب دون ما تدخل النقابات الأخرى ندرش الأسباب ذات عن شو هاي عن القاعدة طبعا مازال ندور نعلقوا على كلام استاذ احمد ديارق مع الاستاذ محمد فايل وكيل شيء ملاحظات على الحديث اللي خليك السلام عليكم ورحمه الله شكرا على الاستضافه نختار نقول ان السبب هو ان بالنسبه للكونفدراليه العامه الموريتانية المساله اساسا تعود القرار يعود للعمال يعني ما هي الكونفدراليه اللي قبل قرارنا تعلن الاضراب السنين ولا بعيد اخرى وانما العمال لأن عمال الفم ارتأوا بعد مجموعة من المشاورات وبعد مجموعة من اللقاءات مع إدارة الشركة والله بعد تذكيرها بضرورة احترام لك الالتزامات السابقة من شافوا ما في طريق ل لا حتى لا لياكل إدارة تستجيب لهذا بطريقة ودية بعد سلسلة اتصالات ومشاورات قرروا أنهم يعني يضرب ويدخلوا فيه بدؤوا بذاك الاختيار للتوقيف الجزئي كاشاره تحريريه. ما نسقوا مع النقابات السته الخمسه المتبقيه. احنا في نظامنا احنا كسجلت احنا اتحاد. احنا عندنا منسقيات جويه. قرر ما في منسقيه عامه. عندنا منسقيات جويه وعندنا نقابات مهنيه، اذا القرار ينقبض على مستوى النقابه الوطنيه وعلى اجهزه تلك النقابه على المستوى المحلي. إذن احنا عندنا نقابة المعادن عندها قسم بزويرات وهذا القسم هو اللي يقوم بذيك الأعمال كانوا ضرورية وأعتقد المدروع عدلوا ذيك الإجراءات كاملة الضرورية
تقييم الصراع مدى استعداد ولا عدم استعداد المنظمات الأخرى للدخول في الإضراب، ذاك يرجع أعتقد من محلين أكثر منه نظر الشأن داخلي النقابة من رأسك فهمناه. يبدو، وحسب اللي ظهر لنا هو أن هناك بعض المسؤولين بعض النقابات اللي صرحوا أنهم كانوا ما يرون الوقت مناسب للإضراب، أنهم يتفهموا ظروف الشركة وأنهم عاذرينها. احنا اصحابنا انطلقوا من عندهم قواعدهم، قالت لهم انه ما يقابل يكون يحترم الاتفاقات، وبالتالي انه اذا لم ترضخ الشركه قررتم كنتم شو منفردين تدخلوا في ذلك الاضرار. احنا ما عندنا خيار اخر، ما عندنا خيار اخر، كنا نختار ناس كانوا يقعدوا في جماعة لانه هذا مصلحه العمال كامله، ولكن اللي نعود نلقاش منظمه ما تختار تمشي فيه، ما قد حد، ما هناك كان ذكر سيره ترغم عليه. سمعت مره واحدين كانوا يقولوا يعني ان الاضراب ما هو شرعي نتيجه لانه كانوا فيه لا 6 مناديب ولا 7 مناديب. اختينا ذكر هنا يعني المقتضيات القانونيه، ما قالت قاع ان الاضراب معنيين به المناديب تحديدا، لان يعني الماده قالت ان يصدر الاخطار من ممثلي العمال. انا بالنسبه لي مندوب واحد يعتبر من تمدوا لك شرعي الاضراب شرعيته طبعا طبعا ما في خلاف، يعني ما في خلاف. الاضراب شرعيته يستمد من وجود ثلاث عناصر. واحدة تعود في مطالب مهنية، يعني مطالب ما هي خارجة عن الإطار المهني. اثنين يعود فيه التزام بالإخطار، وثلاثة يعود فيه توقف عن العمل. توقف هاي الظروف توفرت عندكم طبعا، وبالتالي الشرعي ما فيش تخبر ما في. زين، إذا دعونا نفوت إن شاء الله الحديث. اللي هو السابق اللي يتعلق لي عن نعم فيه 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 سياسة تعني سياسه، ويا احنا ركعتين نتكلم عن شيء نقابي ولا دخل السياسه فيه. ثانيه التنابز ذاك ايش يعني؟ هو تنابز مودي ونمس من الافراد، والله نمشي من والله نمس من النقابات. ما هو انا بعد ما نرد عليه ولا هو ولا هو ولا ولا يشغل بالي. المهم هو بالنسبه للسنتين هم معلومه ورادها على ان مشينا عندك وجينا للوكلاء. احنا أدنى ذيك الساعة مع الطرف اللي هو كانت فيه سجتام ونقاب أخرى ثالثة، أدنى قضية كيف قلت لك قرار الإدارة بإعطاء محفز والله علاوة للناس اللي ما مشيت في التوقف عن العمل اللي خلق في مايو اللي كان هو سبب هذا الاتفاق. وقلنا عن هذا مس من روح الاتفاق، وأعلنوا صار الفتنة وفرقة بين العمال وبين النقابات، وفعلا خلقت الاستقطاب بدأ من هماتها. ومن نخرج احنا انقينا عنه لأجل أولا قناعة عندنا بأن من الأجدى والأنفع للعمل النقابي وللعمال إعلان يعود هماتها توافق وإجماع من ممثلي العمال ومن المركزيات اللي تأطرهم. هذا أجدى للعمال، وسعينا فعلا وبذلنا الوسع في الحصول على ذلك، وهذا هو كان هو موقفنا. وما كان طرافي قد يحسب إعلاننا معه. قط قالت منين جات الشركة تتملص من الاتفاق مبدئيا، يعني عندما حل تنفيذ الجزء من المتفق المتعلق بالزيادة المعتبرة للأجور فاتح الشهر العاشر أكتوبر، شهر أكتوبر من جهة الشركة امتان تحدث الاستقطاب. الدعاو واحدين اعلن ومشاور رافدين السمن احنا معاهم بعلن نتفهم الشركة، ولا احنا ما قط اصدرنا بيان ولا قط وقفنا موقف ولا قط جابرنا مع الشركة وتعرفت، ما ذكرناها بقضية الاتفاق وأعلنه متمسك به وأعلنها لخلال به سينتج عنه ما حصل، وأعلن التغافل عن 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 عن, عن, عن المآلات اللي قد تترتب على ذلك، أعلنه مضر بالشركة. وفعلا تمينا ماسكين شرط معاوية مع الجميع ونحاور الجميع بما فيهم الشركة وبما فيها القطبين الموجودين في النقابة. فعلا من حسمه من خرج اللي خرج، وتصاممت الشركة عن دعوتنا لها
لحل حالة هذه الأزمة والإضراب. لا 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 نسأل عن المبادر به بقدر ما نسأل عن انسجام العمال منها ونسجم نمشي نحن شارك دخلنا فيه على بناء على أولا على أنه السبب له قائم حقيقي هو عدم الوفاء بالتزام متضمن اتفاق مع مناتب العمال. ثانية عدم استجابة الطرف اللي هو الطرف الآخر اللي هو شركة وفعلا تصلوا بين العمال كثيرين استجدون لأن فعلا الموقف أصبح حرج وإحنا تحول نحن فعلا سيعين على الموازين عند واحدين فعلا ولا أرضاء الناس كان فيما يصح. إحنا مهم نرضى ضمائرنا وذا اللي مقتنعين به ومبادئنا وذا اللي نسعى له نسعى للحوار ومشينا فيه إلى بعد الحدود نسعى لتحقيق حقوق العمال وسنسير فيه إلى أبعد الحدود. هذا هو مبدأنا إن شاء الله. يا أستاذ فهم السؤال ذلك هو ذلك عاد السؤال وعاد فيه نوع من يعني تبادل الأطراف والاتهامات هو قضية هل أثر هذا الإضراب على مردودية الشركة وعلى عاملها. طبعا الشركة حسب بياناتها قالت عن الإضراب أنه ما هو ناجح ونعمل الشركة أنها مستمر طبيعي جدا بينما أكدت جهات أخرى القائمة على الإضراب على العمل أنه شل حوالي 90% من عمل الشركة. مدرتم هذا إيش عندكم عن المعلومات؟ أنا اللي عندي عن المعلومات هو أن الإضراب يعود ما أثر على نشاط الشركة. خلي الشركة تقبل وسائل الإعلام العمومية كالعادة وتستجرهم وتجيب معاهم الصحافة الصغرى كرنفالات وكل يعدلوا ويدخلوهم فما تقولوا شوفوا راعي نشاط الثقافة. أنا ما بتسمعت حتى أنا بين الشركة أنا اللي سمعت تسريبات يقولوا قالوا صاحب يقولوا من مصادر داخل الشركة قالت مصادر لماذا ما أسري ما تكتب بيان رسمي النقابات تكتب بيانات اللي قالوا العمال المهرجانات معدلوهم عدلوهم الساعة بنقرأ الزوارات وذي قالوا حد يختاري قد يكذبوا وعنده باش يكذبوا يواسيها يقول الناس يضرب ما أثر على نشاط الشركة ما يصح هم ما قد حد ينفين فيه يضرب يضرب ما فرق اليهود في ناس كاملة قاعد يغير بعد ظاهر انه عنده تأثير احنا موقفنا قلنا عبرنا عنه واللي لا يكذبنا يجيبوه دلتو يجيب برامج يقول قال الناس ما واحد والرأي العام خلي يحكم بينا. أنا ما شفت ولا بيان واحد صدر عن الشركة لا حديث بشكل رسمي من أي شيء ما في أي شيء في الشركة وإذا الشركة مصممة على موقفها ما في أي نوع من التعامل أنا بيني وبينك ماني فاهم موقف شنو موقف الإدارة كانوا ارتباك كانوا تعنت كانوا ما قد الصعبوا. أنا نعرف أن أي شركة ناجحة وهذه بالنسبة لنا سنين يعني زهرت اقتصاد الموريتاني لا تسمح لي شوي عفوا المقاطعه قال هو لان فيلا كان قضيه انه ارتباك لانه الشركه صدرت بيان حسب ما تقول بيان ما هو قضيه ان العمل للشركه ان العمل اللي ضربت على الشركه صدرت بيان على العمال المضربين على انهم يوم 5 يناير انهم يالتهم يطلعوا هذه اخبار جديده طلعت الليله الثامنه سابقا بدون برنامج على ان صدرت بيان يوم 5 العمال المضربين انهم يلتحقوا بمراكز عملهم ولا ليتهم فصلهم اليوم يوم الثلاثة جاءت المفاجأة انها فصلت مباشرة فصلت 30 حتى سابق اليوم المحدد اللي اعطت معنى ما ارتباك هذا اصرار سبق الاصرار لعد ما اعتقد اليوم يوم الثلاثة واخلط قرار فصل 30 عامل وكانوا ورك حالا ارتباك ولا تعامل هذا هو قمة الارتباك هذا هو قمة فصلت 30 قمة الارتباك رعيه وكان في ذلك اجتماع مع الوالي حسنا انهم صدرت بيان وخر لانهم لا يتقطع عنهم المول الكهرباء ربما تطردهم من, 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 من منازلهم وكان ذلك في اجتماع والي تلزمور ومع المفتش الشغل على قضية فصل هذه 30 عامل اللي جاءت اليوم سابق يوم موعد يوم 5 اليوم يوم 3 أنا لا أقول لك أنه ارتباك تعالي ماذا لأن يقول لك أن سابق يبدأ التوقف قاع ما هو الإضراب التوقف الأول سابق يوم الأربعاء يوم الثلاثة ما يوم الأربعاء 28 نهار اللي سابه اللي هو كان يوم الثلاثة الشركة قدمت أذلت رسائل توقف عن العمل هذا قالوا ميزابي أعطت أذلت مناديب كاتبها لهم
على اساس الماده 126 مدونه. مدونه الشغل. ايه الماده 126 شو تقول؟ تقول انك كلين تعود لاهي تفصل المندوب تعدل له تعليق مؤقت بكلين تلعب ذلك تقبل ترخيص من مفتش الجو الشغل. مفتش الشغل. غير المفتش عنده 15 يوم وتقد يزيد هنا يعود على التحقيق الى 15 شهر اللي هو شهر. انت ما تعرف كم يحتاج المفتش يقبل قراره. تعدل ذي اللي قالوا توقيف مؤقت. هم اعطاهم توقيف 8 ايام. توقيف 8 ايام عقوبه في القانون. يقر ما هو توقيف مؤقت ما ينعط ما يعدل المندوب يعود ينقص لكن يعدل حد معاقب. تعاقب شفت لان عطيك بيل من كان الارباك. انا غريب عندي ان اداره المصادر البشريه في الشركه اللي 60 سنه هاي اداره ما هي اداره جديده. انا كان شركه صغيره عدلت اخطاء نقول هذا ما عنده متخصصين هذا ما كان هذا اللي عطيت لك حجم الارباك والارتباك اللي كان خارج. هذا واحد. المساله الثانيه كل العقوبات اللي كانت تجي للناس كانت تصدر عن جهات غير مخولة باتخاذ سلطات التاديبية. به السلطات التاديبية من اختصاص رب العمل ورب العمل في القانون تنقال ذاك اللي يمثل قانون الشركة. هم تجبر واحد كاتبها له شيف ديبارتمان، واحد كاتب له شيف سيرفيس، واحد كاتبها له ما اعطاها قاع لا اللي تولاهم يستين يقول له هاك هذا استفسار الله يعمل زابي. اذا هذا انا بالنسبه لي اعتقد انه كان شبه لهم كانوا يدخلون مفاوضات جادة مع العمال ويلبوا مطالب العمال ويحترموا الالتزامات ويخلوا عنهم التعنت اللي لا بأس بهم. تفضل تفضل. همت ياها سيميلاسيون ولا خدعة؟ قلت همت ياها شيء من الاحتياطات موجود قريب من منشئة عن ستوك قريب من المنشأة وتقبض له شوفار عيد تقبض من البديل تقبض من المتقاعدين القديمين لنا وتملى به حاوية ترامي وتشارجي بها قالب تعود مثلا تقابض له واحدين متقاعدين تمشين به. هذا محاولة خدعة. أما الآلاف من العمال المضربين اللي كانوا ينتجوا ولوكم قاعدين هذا اللي أصلا كانت الشركة مستغنية عنهم وبالتالي ما قد خرصت جدوائية عملهم وكانوا معهم الزينشي وبالتالي ما توقفهم على العمل ما أثر على الشركة. هذا الشركة مسؤولة كانت تبذر أموال وطنية في ما لا يجدي. والله هم الآلاف قاعدة وهي تمر العين والكاميرات والناس كاملة شاهدته ومنخلعة. أهل الزوالة تركتها منخلعين من الواقع لا على الأعصاب ضغط على أعصابهم من هذا الواقع كل رجاج يخاف منه في الزوالات. إذا بالتالي أنا ناشد الضمير تحكيم الضمير تحكيم العقل أن الشركة المسؤولين يصحوا ويدركوا أن هذا أمر ما هو بهذه البساطة والإجراءات هاي التعسفية المتسرعة اللي ما هو فكر فيها تقد تجر الشيء لا تحمد عقبه الامذل نحذروا منه ونبهوا على خطورته. كانت هم خطا قاتل واقع فيه الشركه من مدى الشركه الهشي كانت تصل من تعدل استكتاب الرقاش عند من ينخرط في العمل يوقع على القانون الاساسي للشركه. هذا ما تلي خريج من مدى الا ينخرط الرقاش بدون توقيع على القانون الاساسي. والقانون الاساسي بالمناسبه لا يوجد. الشركة اليوم أتيام علقته في كل في كل في كل منشأة وفي كل في كل في كل ورشة غير ما يوجد له تعريب. و 80% عندما أقول 90% من العمال اليوم في الشركة لا يتكلمون الفرنسية. وبالتالي هذا هذا هذه رواية خطيرة جدا. بالتالي الشركة عندها مسؤولية مباشرة في اللي يخلي كامل على تتعقل وتدرك مآلات الأمور وتحسب حسابات تصرفاتها ولا تعدلها بشكل جزافي وبشكل مرتبك. هذا ما ينبغي وتعود عنده نتائج خطيرة جدا غير محسوبة. زين. في المقابل شركة سليم كما هو معروف ويعرف العالم كامل عن في الفترة الأخيرة السنة الأخيرة وصلت أسعار الحديد إلى ربما إلى انخفاض مفاجئ رغم أنها كانت مرتفعة في بداية وصلت زاد أيضا لأسعار خيالية مع نهاية السنة مع نهاية السنة المنصرمة. الشركة قالت للعمال عملتها يتفهموا ظروفها ريثما ترجع الأسعار
لحالتها الطبيعيه تعود تتبارك تربي لهم بقيه مطالبهم اذا فات البات منهم مش وما زال منهمش. وهي يعني تقدر عنها خارجين اربع نقابات تفهموها وقالت لها نقابه بين ذاك وذاك وعقب تنضمت وبقيت انتوما. لماذا ما نقول عن السنين هون عندها الحق في العدلت؟ لان هي عندها اربع نقابات ما زالوا يشتغلوا لها بعمالها ما دخلوا معها الاضراب، وفهم نقابه واحده هي اللي ضربت ربما نتيجه قدرت عندها قاع هي اسبابها الخاصه كيف اسبابها السياسيه ولا اسبابها اللي خاصه بها هي ربما دور تاثر على خلل تؤدي الخلل في سير هذه الشركه. هذا وجهه نظر الشركه ربما تقولها. هي في النهايه عندها اربع نقابات بقوا عندها يشتغلوا لها عمالها يشتغلوا معها، معناها عن نقابه واحده والله نقابه ونقابتين قد قاع ما ياثروا قد عندهم اسبابهم الخاصه اللي ياك يخسروا عمل الشركه. والله هذا قد تجد البعض اللي مدافعين عن الشركه، انا اللي تسمحوا لي شوي نعود نزل هذه المحه. لا والله تسمحوا لي البعض اللي نظر انها تقعد تعود من عندها. ما في مشكله يا غير شنو هي الضامن ان ذوك نقابات انهم منتسبينهم مشاو يشتغلوا الشركه؟ شنو الدليل عندك؟ الواقع يقول ما شاركوا في الاضراب. الناس الواقع اليوم ما شاركوا في الواقع اليوم يقول ان صدروا بيانات انهم مشاركين في الاضراب حال حسب حد علمي. لا هو عين العمال ليس النقابات. انت تقعد مسؤول نقابي انت قاعد انت تكتب بيان وعندك انتيت وعندك هالشيء، لكن هذا ما يلزم المنتسبين لك بالمنتسبين لك يقعدوا قاضي خيار اخر. الظاهر اليوم واللي واضح على ان غالبيه عمال سليم دخلوا في الاضراب بغض النظر قاع انتماءاتهم. لو كان بغض النظر عن انتماءهم النقابي. المسألة الثانية، المسألة الثانية هي ما احنا ما اختلفنا ان اسعار الحديد انها تشهد تراجع في العالم، ذاك صحيح. لقى احنا معينا في تقول لنا اداره السلم كان نعرفوا غير الصخاك شي ما قالت لنا. هي ما قالت لنا تكلفه الانتاج كم ما قالتها لنا اللي هبطت حتى ما قالتها لنا ما قالت لنا وما قالت راسها الانتاج زاد انتاج زاد. هي عدري 13000 طن على ما اعتمدنا 13000 طن في 2014. الفرق بين زياده كميه الانتاج وتكلفه الانتاج يشكل هوامش ربحيه كبيره وهي اللي عليها محل خلاف. تسمح لنا نتعدل الدور كم؟ ثانيا حتى ولو افترضنا جدل لقاء صحته، انت فرض عليك تقنع العمال، فرض عليك تقنعهم برايك، انت قلت يبدون ما قنعتهم، انت ما قنعتهم. المساله الاخيره هو ان هو اقتنع اربعه منهم بقوله ثنتين ما اقتنع به اللي شفت العمال ترى يقتنعوا وشفت خالقه مبدا خاصه الشركات الكيفيه الشركات الكبيره وقع كل الشركات المفروض انهم يعطوا قبل التزام اخلاقي انهم يتم يعطوا العمال المعلومات اللي تسمح لهم يدوا يفهموا وضعيه الشركه الحقيقيه. خالق شنو المعلومات قلت السريه ما يعطوها لهم خالق معلومات يعودوا قادرين انهم يفهموا فعلا حقيقه وضعيه الشركه الماليه. ياك يقدروا على اساسه يتفاوضوا معه ويعدلوا تنازلاتهم وذو مصلحتهم في التفاوض. هو مشكلتهم انهم اعطوا معلومات اللي جاك وقال احنا انت في مايو الماضي من وقعت الاتفاق ما كنت تعرف عندك خبراء ويعرف التوقعات الالهيه يقضوا ينزلوا كذا ما تقبل الائتمانات بعين الاعتبار. هم ذيك الساعه وقعوا انهم يعدلوا زياده المعتبره وقابلينها غير بعد. انا قاعد بالنسبه لي حتى توقيع الاتفاق ما يبدو ما كانت هامه فيه تنفذ بيك اللي انت تقول زياده معتبره. زياده معتبره شنو معناها؟ قلنا زياده بمبلغ ما هو كذا وكذا المعتبره هذيك مفتوحه وتو مخليه اذا معناك حاسس انك ظروفك قلت اسمح لك تعدل لك. اذا ما ترجع اليوم وتقول لا والله يعني صار اليوم طلع لي اني ما تيت نقدر نعدلكم معاك. هو شيء بدي اللي واقنع الناس واللي تقنعهم. في كل الحالات انت ما تفرض عليهم انك ما تعدلوا به اللي انت توقعت معهم غير قنعهم على انك ظروفك ما تسمع ولا يمشي معك في التوجه وبالتالي نعم. لو ذكرت في البرنامج لان اعلن سنين كانت مثلا تفتح حوار مع ممثلي العمال ويقتنعوا معها على انهم فيها ازمه وينشا عن هذا مثلا على تعديل الاتفاق يتوصل فيه التفاهم حول الاتفاق ويعود هذا تلتزم به الاطراف كامله ويعود فعلا الناس متناغمه. من طرف واحد الشركه قالت عن فيها ازمه وازمه الناس احنا كاملين نتابع الاحداث ونفهموها. ثمن الانتاج
ما عنده حيلة يكون يعود انخفض بأكثر إن لم يكون متساوي مع انخفاض ثمن البيع، ثمن البيع، سعر البيع. لماذا؟ قلت لك عنه فيه مكونات كثيرة تغيرت. واحدة قضية تعلن المعدن ينباع بالدولار وارتفع سعره، الدولار سعره ارتفع، إذن هذا يدخل شيء من شيء معين. جميع مشتريات الشركة وحتى قروضها تسددهم باليورو، واليورو انخفض بانخفاض متهالك. الصلب اللي هو تعد يعدل منه قطاع الغيار، قطاع الغيار انخفض سعره ب 30%. الوقود اللي استهلاك الشركة منه هائل ومشتقاته هائلة جدا، البترول هذا انخفض بأكثر من 60% وما زال ينخفض. إذن ثمن التكلفة لا شك انخفض بما يتساوي مع انخفاض ثمن البيع أو أكثر. إذن هامش الربح إن لم يزيد لم ينخفض، هذا هو قناعاتنا احنا اللي نعيش. ولا نعطاتنا ولا نعطات العمال معلومات مغايرة، ما نجلس معانا الحوار حول تجي المدير أحيانا ويعدل خرجه مع اجتماع بمنادب العمال ويرد عليهم شمر الرد، وحتى الأسئلة اللي تنطرح له محددة أحيانا حول الموضوع يجدون أسئلة أخرى ولا ينجاب عليها هي بشكل تحديد. يعني في أحد منادب العمال عندنا مندوب عمالي أطرح السؤال مباشر المدير ولا تم فيه الرد، ما تم تناوله في الردود اللي أعطيها. إذن هذا يجعل العمال، غالبية العمال، خلي عنك النقابات، غالبية العمال متمسكين بعلن هماتيها زيادة معتبرة كان يتحراوها، وواقعهم المعيشي يصقي معاهم يدورها. يعني تكلفة الحياة في مدن الشمال باهظة، خاصة الزوالات اللي أنكلافي ما جايها الأمور يكون من الواجب عليها الضريبة ونواكشوط عليها الضريبة زايد النقل. إذن هذا 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 يجعل مثلا تكلفة الحياة ماتيها ضاغطة، معها أيضا مدة كانت تنتظر سيادة معتبرة وصبحت جيوب فارغة من ذي السيادة اللي كانت تكتسبها من عند فاتح أكتوبر. جاءوا وقال لهم أزمة وخلقت ياس من الإعلام حولها، وقالوا على أن لهنا رحلوها من أكتوبر إلى يناير، وجاء يناير ولا خلقت ما تنتظر منها ان يناير فعلا على ان مجلس الاداره المقبل قالوا هم على ستتخذ فيه مثلا الاجراءات، وبالتالي مجلس الاداره لا تجبرنا عنه بيان حتى حول هذه النقطه، وبالتالي عمال فرق صبرهم واتجهوا للاضراب، وعندهم حق فعلا تفي الشركه بهذا الالتزام اللي قانون لاكورد ديتابليسمون الاتفاق المؤسسي قانون من مصادر التشريع، حق شيء متضمن وحق ما يطالب به. أما العريضة المطلبية اللي ذكرها المتصل قوي، عريضة المطلبية احنا عندنا ياسم المطالب، عندنا مطلب خاص باللي ينقال السيليكوز، ولا فات يناقش ولا بد من يناقش. مرض السيليكوز مرض قاتل، خاصة بالنسبة للمناجم وبالنسبة لمصنع القلب، هذا المرض القاتل. الآن المتقاعدين يمشوا بهذا المرض، هلكتهم الشركة بعد 40 سنة يمشوا بهذا المرض لا يموتوا، حتى التكفل بهم صحيا ما هو خالق. أما التعويض 400,000 مرة واحدة، كانت 200,000 وبعد الإلحاح ودوبلت وعادت 400,000، 400,000 مقابل حياة الكاش، موت محقق. هذا ركتي ما يقدرون، هذا السيليكوز معاه الآن كثير من المطالب الحيوية بالنسبة للعمال. العمال عندهم اللي قالوا لكوتا الكتريستي اللي معفي لهم من المجاني لهم من الكهرباء، قال معطي لهم الاف ديار سنين، مين يمشي الواحد منهم يعود في نقر داره اللي اعفامه معطي. وهذا مطلب حيوي عند العمال وكثير من المطالب الاخرى، هذه قاعدين نتكلم عنها لبلاتفورم والعرائض المطلبيه والمطالب ما زالت تنطرح وتنطرح فعلا للنقاش، يخلق حول النقاش اللي ما فيه نقاش ولا فيه كلام، هو قضيه الزياده المعتبره اللي حق هي نقطة وحيدة، هي المركزية بالنسبة للعمال، محورية.
مع فعلا العلاوات اللي كانوا ينتظروها رأس كل سنة، علاوات الإنتاج هي أيضا متأخرة، ما تنعطات الشركة ما تقالت عنها كلمة، هذا لا بد منه، لا بد من الشركة تعمل عقلها من خوف من تطور الواقع الحالي اللي واقع مأزوم من الشركة 100%. الشركة الآن لا تنتج، خلي لعادها ماتيها كركتون هنا قرآن تادة من ريح إن فرصة قريبة من أن كون كاسالين بعض أن شوفير ده كان يوم عدل كركتور ويملي أن ترمي تملي أن شارجما تملي أن ترن تشارجي أن ترن ويمشي هذا سيميلي إن مارش كين إكزيست با، مثلا استمرار الإنتاج ما هو موجود، هاي خدعة ولا هي موجودة ولا توصل الرأي العام ولا احترام الموريتانيين ولا احترام لعقولهم ولا احترام للرأي العام، ويال تكف عن هذا وتقيس مصدر الداء وتحاور العمال، وإذا عاد فعلا في أزمة تقنع العمال على في أزمة يشاركوا من العمال هذيك ساعة، شاركوا بخلاصات من الذين قالوا لتأس من هذيك ساعة حرب الصحراء، عادوا العمال مشاركين من ذيك ساعة برواتبهم تنعطى للشركة تنعطى للدولة من أجل أنها تستمر. إذا العمال ما هم ضانين بشيء ينعطى لها هي تستمر بين الشركة بين شركتهم، الأطر الكبار كلهم عندوان سيفي ومن تخلق أزمة وتنقل تنقفل الشركة، لا يمشي ويجي الشركة عالمية ويقدم لها صن سيفي وينخرط فيها ولا ينقطع دخله. وما هؤلاء الفقراء البؤساء اللي همات يقعد ما عندهم يكون ذيك الرمال الحمراء اللي مخلطة مع ياسر من السموم ومخلطة مع ياسر من الأمراض الأخرى لشامانيتيك مثلا لإشعاعات أشكالها كاملة وداخلين فيها لأجل فريضة باش يقدر يعيشوا، يعني هذه ما هي دورها توقف، وأحرصهم على الاستمرار تحت قال لا بد أن يخلق حوار واضح وتدخل الناس حوار تمخض عنه نتائج ويوفى للعمال بالالتزامات اللي حق مشروع ما فيه نكو عنه، أما مطالبهم تناقش معهم ويتواصل معهم والحلول. زين ربما وصلت ميوارك رسالة مساج إيميل من الشركة حالا، أعتقد أنهم كانوا يخلصوا البرنامج أظرهم والحمد لله قاعد لي مشى نظرك على انه مصدر من داخل الشركه، على انه من ابتداء من يوم السبت الماضي حتى الان فيه 8 قطارات محمله بحوالي 1086 عربه محمله بالحديد الخام خامات الحديد، وللانتاج لم يتاثر. وعلى 5 فبراير من قبل 5 فبراير على كثريه الناس اللي حالة تنفصلها من الشركه هي اصحاب عقود مؤقته، وعلنها والله زاد استاجرات متدربين ما هم عمال رسميين، وعلن 30 عامل اليوم اللي اضطرت ان يتم تطبيق عندهم قوانينهم الداخليه تسمح لهم بتطبيق القانون عليه. يا ولد الناس ما يجاوبون هذا طبعا استاذ شوي تفضل. لا تفضلت اهل مكه تفضلت تفضل قاعد اذني 6 قطارات على 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 مدار، هذه ارقام انا عندي 6 قطارات على مدار هو القطار انهار اسوان في اتصال، ربما في اتصال اعتقد المخرج الشير اللي اعلن في اتصال من ربما مصدر من داخل الشركه. الو هل نفس الاستاذ محمد محمود واليارق مندوب عمالي في اتحاد عمال موريتانيا؟ الو نعم استاذ، انتم اهل الزبيرات لابد ان تنمون لانكم ميدانيين لابد ان تنمون شركوكم. تفضل استاذ محمد احمد. نعم معكم. تفضل. نعم معكم. لا رد شوي على الخلطه. شوف انا قاعد اراني عن مشكله قاعد تنمون النقابات اكثر ما يعطوني نقابات الشركه. العمال غير المطربين هذه الخلطة اللي قاعدين معاك اللي باقي يسفوا على أحلام الناس ويقولوا عن الشركة تخدعهم وعنها تقبض منه المعدن وتقبض منه شوي كان مطروح، هو قاعد السيف وأصداقه وأنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللاعبين، ما قد تعود الشركة إنها 4 أيام تحص من هون وتحص من هون ويمشوا قاربين وخلال الانهار، حد يعود منطقي ويعود معقول، أنتم تخالفتوا فيما بينكم
واحدين قالوا عند المعدن كان مطروح سم، واحدين اخرين قالوا على الدبش شر الماليبو، هو الزويرات ما قطن شلون الدبش شر الماليبو، الماليبو هو اللي شلون الدبش شر الزويرات، والزويرات ما عندهم الدبش ما فضي حشاق قال لهم شلون هو لا فضي حشاق، انتم عمرين تناقضتوا فيما بينكم وعندكم موقف واحد، ما نهى عن معلوماتكم ما هي دقيقة ولا هي صراحة. العمال العمال عدلوا إنتاج شجاع عظيمة غير المطربين، وانتم نعوذ بالله برهان تدير الشركة ليه عدلتوا برهان تدير الشركة بعدين هذي تنقص العمال ليه اللي ليه هي الأربعة أيام التورة هي الأربعة أيام التورة وانتم مجمعين قدام لوكال اثنان هاي خطأ دور الشعب الله يحاسبكم بالتاريخ ودور يحاسبكم بمولانا اثنان لأنكم برهان تدير الشركة أن لا يسن العمال عن واحد وسن وهذا ما هي الحقيقة وخدعت العمال وخلعتكم الناس نقصتوها شو لو سكونترا جورنالية كلها عنده 40 سنة بسنين راح اليوم نقل بعد لا تكلم تنكرتوها ما اسمع لكم استكار بعد لما تريد السرير دخلتوه الناس ورحت الناس اياها كلهم رايدة ما عندك استكار شو بعد الناس الاخرى ملاحظة عاطين ربين نقصتوها من 18 شوفير سمعت هنوالي بلوكم راكد دماندك استيكاسيون ما نعرف ياك اللي خليك شنو سمعت ياك والقلب فيهم التنقاز والتنقاز في كل بريده وخلوا عنكم العمال يرشعوا البلع عليهم ويشتغلوا ورشعوا المناديق وقعدوا معاهم وتفاوضوا وجبروا حل سلمي للقضيه احنا مؤمنين على ان لا يمكن ان يحدث حل الا عن طريق المفاوضات اما العنف اللي انتم ماشيين فيه العنف ما يحل المشاكل به هو مشكله في حد ذاته يسوى جنبكم انتم اصلا يسوى جنب الشركه ويسوى جنب العمال ويسوى جنب المناديب طالب منكم عنكم عنكم اليوم ترجعوا للمفاوضات وراني شاكر لما تريد ست ريال فلسطين على مضاد راجي على اني خليك فيها التقدم لا ينقل العمال هذه العملية استنجاز والتسليم اللي نحن نستذكرها ونعتبروها إجراء غير قانوني. ألو؟ ألو معاك محمد أحمد. ألو معاك محمد أحمد. أعتقد أن ال من شيء أخرى على رجاج إجماع العمال. يتم يعود عنده يعود يقدر يحميهم من التنقاد انتم اخي انتم اربعة ايام جامعة العمال ولفنتوا تعذبتوا قبل رياش والعمال يوم ما حميتهم يوم ما نبسوا والشركة ما عيطت لكم وما رقت عليكم ضغطان كتلون الرقاش يتم يحاسب نفسي يا اخوتي امين سعودوا ما تقدر تحصل شيء العمال خلي عقم العمال يتنقزون بعد هو يا اخوتي ذلك راواكم هذاك الطبيب يقدر ما يرى لك فراس يا غير بعد ما اعطيك ولا يكتر يقول لك انا ما ريت لك حتى المجلس ذلك يقول يقول العامل انا ما ريت لك يا غير اللي عندك ماني مخسره ولا اللي عندك لا ينقضني انا هذا اليوم عرضوا لي تنقاز عمال المصنع يدرس وقالوا لي المسؤولين احنا عندنا القانون غير عنك عن العالم نيمي نقز لانه الاداره تجبر كف من التنقاز وكف يقيس اداره الشغل وكف ينطر الدرجات قلت لهم اعلني انا منتخبين العمال إياك نحصل لهم شيء هذا راهو يعرفوه هذين بيوم منتخبين العمال إياك نحصل لهم شيء وإذا ما حصلت لهم شيء إلا عندهم بعد نقوموا لهم لا نقبلوا نعم يا ربما يعود الخط القطع إذن هذه مداخلة كانت حقيقة فيها ياسر من إذن نشكر بعض على يدحل الأستاذ كان متحدثنا محمد محمود واليارق هو مندوب عمالي من اتحاد عمال موريتانيا أعتقد أنه ثار ياسر من أنا كنت نبقي عودوا أنا كنت نبقي أنا بعد كنت نبقي عودوا من بعد معانا أنا حتى أملي كنت نبقي نعود همات يا منادي الأخرين أنا قاعد ظهرت والله النقابات الأخرى هي الناس كاملة موافقة على الإضراب فيما يبدو لأن النقابات الأخرى
ما اللي ما تكلم ما قالت على ان الاضرار ما يخلق ولا طعنت في مش حق العمال في الحصول على هذا هو هذا الحق هو هو, هو هو هذا بعد عامل ومتحامل عليكم انتم في النقابات خاصه الكونفدراليه العامه واحد 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 ولا ولا واحد ونحترموا له المسؤوليه اللي خلقوا واحد ونحترموا له رايه احنا ما احنا نقدوا احنا بعد سنتين نحترموا للناس كامل هارائها وعندهم الحرية وعندهم الحرية في يقولوا اللي يبقوا ولا 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 ممنوع حد من ولا عاد تعرض حد ولا عاد تعرض حد إذا عاد تعرض حد المندوب نقابي بسبب عنه ما ضرب والله أي عامل بسبب عنه ما ضرب إنه دين هذا ولا هو جائز ولا هو ولا هو مشروع ولا يعدل ولا فيه ضغط على حد لأنه يضرب مما يضرب لا يلا تتعود هماتيها حرية الرأي مكفول لكل الناس كلها يعبر عن رأيه ولكن الآن الأمر واضح ومن قطارات ودعوة الأمر هذا قلت لك لا ما يبعد عن هي الشركة لا تأكد مأكدة كيف تشي مأكدة على الإنتاج على أنه ما تأثر ولأن هذه الضرب عبارة عن مجموعة قليلة حسب مصادر داخل الشركة هذا لا مازال مصادر من داخل الشركة. داخل الشركة زين تعود. لا مازال مصادر من داخل الشركة. زين تعود رسميا. الذي مكتوب عندي مصادر من داخل الشركة على المشاهد. زين في عود رسمي. مكتوب عندي قدام. زين يعود رسمي ويعود مولاها معروف باش تعرف الناس عاقب ذا. رجاج لا كذب تنعرف فلان على أبو كذب يسجل عليه كذب هم مبني للمجهول وبالتالي هذا خليه مبني للمجهول ما أنا مسؤولين عنه على أبو توما مسؤول عنه بيبي استر راسه هو مدي عاطي أرقام ما أنا مناقبين عنه هو الغير عنه عاطي أرقام عاطي أرقام عاطي ثمان قطارات وعاطي 1086 عربة ما تنزل ما تنزاد عنده القطارات في الزبالات يلا تيمرقوا في المعتاد 3 قطارات إلى 4 في اليوم طبيعي يعود ثلاثة وبالتالي من يعود هذا بعد قاع فيه اعتراف تراجع ضمن ذوك ومن تعود هذه مولي يتثبت منها هو لا قاع عن الانتاج لم يتأثر تأثر حتى وبالتالي السؤال المركزي معناها على السنين مبذرة اللي عاد قابضة من الآلاف من العمال القاعد عن العمل منذ أسبوع تقريبا عاد يعود أسبوع خمسة أيام من حسبهم أسبوع لأن اليومين الاثنين عطلة هذا 5 أيام ما أثروا على الشركة معناها أن الشركة كانت قابضة هذا المسجلين له يلا تم يحاكموا حاكموا الشعب الموريتاني أنه يبذر أنه يبذروا ثروة الموريتاني بمقابضين ما هو عاملين ولا هم 10 ولا هم 100 ولا هم 1000 آلاف من العمال قابضينهم ما يزوا شيء أصلا وبالتالي ما تأثرت الشركة بقعودهم عن العمل وبالتالي هذا جريمة لا هذا اسمح لي شوي تقول لك على الشركة عنها عن طريق عن طريق مصادرها هي تسير مصادرها البشرية قدت تقبل ذاك العدد أي مصادر عمال رعين حنين شوي ذاك العدد اللي يبقى من العمال الدعودية سيرت بطريقة مؤقلنة حتى بطريقة عاقلين قلقت فيها ماكل الناس اللي ضاربه هذا مو هذا يقدي صح عم تفضل انا هذا ما يقدي الصح هذا كيما قلت قبل عندي في اقتراح هو للاخ اللي كان يتكلم بدا ياسم ملاحظات قال حمل كل المسؤوليه المطلقه في النن. حتى احنا نحلوا المسؤوليه فيكم السير ضرب بيدي هو احنا هو يبدو لنا ما عندنا نفس المقاربات العمل النقابي نهائيا اذا قالك على حصول هو ارجاج يقول لك انتم ما عدلتوا احنا ما عدلنا شيء احنا العمال ما عدلوا احنا ما ولدنا احنا كنقابين كنا نأطروا غير قرار العمال عمال سنين واللي بكذا فيه انا قاعد مكشوط انا احنا عندنا ملصقيه فيهم وعندنا واحدين هم اللي يمثلونا انا ما جيت الزبالات غير التلفزيونات نشروا التلفزيونات اللي جاوا فيهم ونعتوا صور الناس في الزبالات المصادر اللي نجبروا حنا الوقت نعرفوا نترفعوا لهم قالوا لنا جاوهم وشافوا الناس الوقت مثلا ما هو شي قد يلتم معروف انهم عمال سنين ما هي مده جايين مرقب عقب ذاك الجهات الاخرى اللي المحايده السلطات مثلا اللي دارين فهم تراقبوا تعدل تقارير جميع الجهات ويعرفوا كل رجال اليوم موريتان بقى الراي العام العادي اللي صندنا احنا في التلفزيون اللي يسمع قولنا احنا لا كولين دورهم اللي عادنا اللي قالوا اصحابنا ما وحق قلنا احنا ما وحق خلي سنين احنا رانا الناس شافوا اللي في التجمعات اللي عقب وشاف حجمهم تمرقين حجم
كم من شاحنة في قلب القين تشتغل وكم في تيو 14 تشتغل وكم اللي راجع في سيرفيس جنرال يشتغل. خليهم مركوه موثقة يجيبوا اسمه اليوم ما هو الصبح ويقول عدو جابوا يامس خليهم يكذبوا يقولوا الناس شي من السوق هذا راح يكذب. اللي اعطيناهم الصبح لا يعود عندهم مشكله اللي قد عدلوه اللي اعطيناهم قاع الصبح وسمعوا ذا الكلام. هي هذه هي المعلومات عقب لك عقب لك هذه المعلومات حنقول لك عقب لك خارج شين قالوا ولا هو جديد في حركات النقابيه مساء الخلق كانت عارف شين قالوا العام النقابي الاصفر ما هو ما عادي دور لاذه هو بالذات اللي يتهاول عمال يعدوا يضرب يبدا هو يخسر يضربهم يخسر ما انت اذا بعد ما تقي لانك ماشي لانك مقتنع رانك مقتنع تخلي عنك من الصدر هو اثار هو الله يوفقهم زين هذا زين قلت لك هو اثار نقطه مهمه قضيه العمال راكم انتم محملكم مسؤوليه انكم انتم قررتمكم تشعروا بذي الاضراب وعلن انكم انتم ما قد تحموا العمال على هذا عمال بسطاء فقراء انفصلوا عن عملهم. احنا مهمتنا حمايه احنا اللي عندنا من المهام ايه وانتم شنو الاجراءات احنا مهمتنا الوحيده تماما مهمتنا الوحيده كنقابات هي حمايه العمال والدفاع عنهم طبقا للقانون. ذاك ما هو قال هو حني هو يبدو من انا قد عود انا وما نتفاهم على اللي قال احنا بالنسبه لنا احنا مهمتنا محدد القانون مشرع نحن ما هم اللي جايبينهم رسمه ما هو قعدنا احنا وقلنا المشرع قال دور المنظمات النقابيه هو الدفاع عن مصالح العمال المعنويه والماديه والاقتصاديه الى اخره. يقال وطرحنا الاليات ومن بين الاليات هذا حق الاضراب حق يا اخي كفلوا دستور جمهوريه اسلاميه موريتانيه. كيفاش انت اليوم توقف انا امارس حقي في الاضراب تخسروا تقول لي حتى هذا العمل نفسه يعتبر عمل يمس من الحريات الفرديه. انت ما انك مقتنع به انت تفهم طروف الشركه انت قلت لك ما عندك مشكله انت ما تدور تحسين ظروف العمل ما تدور زياده معتبر الاجور مشي صح عليك فيه انا اللي ندورها انا اللي ندور تحسين ظروفي لا تمنع اهلي وعاقبك استخدم حقي الطبيعي في الاضراب شرعيه وعدم شرعيه الاضراب انت قاعد مالك مسؤول عنها لانك انت ما قلت حددك تمام هي قضيه تحدد كان اضراب شرعي ولا ما شرعي وما يعني قاع خلي عنك الناس يا اخي يضربوا يمشي معاهم ها والله خليهم عنك خلي الشركه اللي طرف تجينا احنا والذير هي قضيه عدم شرعيه الاضراب والله الذير عدم صحه والله ضيقه المعلومات اللي نقولوا ها غير ما هو نقابي والله حد يواسنه نقابي والله يعني هي المشكله كما قلت بيضا انا عاد مبين النقابات اكثر ما هي عاد لا ابدا لا احنا اكثر من لا 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 اكثر من ما هي مبين النقابات لا الشركه احنا النقابات احنا نقابات يجبرهم كل يوم ولا عندهم ما عندهم شيء ولا فهم ما فهم حتى الان بيان اصدر عن اي مركزيه نقابيه يتهجم لا على الاضراب ولا على المضربين ولا كذا خالقين نقابتين والله دعموا الحركه الاحتجاجيه زين وكذا نحاولوا شوي نخلوا عنا مرده النقابات لان ما هي موضوع احنا في النهايه نحاولوا نناقشوا قضيه السنين الشركه كطرف وانتم كطرف والاضراب هذا والمجرمين من درا شنو الاجراءات اللي اتخذت الشركه ياك تحد من الاضراب ولا ياك تناقشوا من درا كان مشات من هذه من درا كان اجتمعت معاكم من درا كان فهم اي اتصالات وهذا عاد الاسبوع حقا الحدا حبوا يخلقوا في الاتصال عاد يهمون والاضراب كي ماشي من وسائل الاعلام خارج منوش ما ذاك قضيه انه ياسر والله شويه ديك مساله اخرى ما انا داخل فيك تجاهلين كنا واقفين على الناس شوف سنين ما ادري شنو اخر الاجراءات اللي اتخذت سنين سنين الناس اعطاوها من يطرحوا الاختيار الاول بالتوقيف يوم الاربعاء ايه بدي خمس طرحوا 15 يوم 15 يوم سابقا خلقت مبادرات وقال لا يبدا مفاوضات بين الشركه والعمال عقب تلك المفاوضات ما خلقت لانها بدلت الشركه بمجموعه من الاجراءات الاستهداف والضغط وكذا والترهيب حمله الترهيب بدلت من ذاك الزمن وذا ربما هو اللي اكد العمال ان الاداره يبدو ما عندها اي نيه بتتقدم لماذا اصلا ما نعرف اللي تراهن عليه اداره شركه السينما ما نعرف شنو يعني نعرف انه ما هو سليم انا اللي نعرف ان انا ماني هو احسن حد يقدر يقود مؤسسه وشركه غير نعرف ان اي رب عمل ناجح يعطي يفكر في انه دائما يتم ياك يحفظ السلم الاجتماعي المؤسسة يعطي يعدل علاقات حوار اجتماعي وثيق وجاد مع العمال به اللي القضايا اللي متعلقه بتحسين ظروف العمل هو مع الشركه تجتمع شبه اسبوعيا كل 10 ايام من اديب العمال انت
في القانون قال انهم فرض عليهم بعد قاع على الاقل مره في الشهر يجتمعون. وقال ان القانون المادي منين يعودوا طالبين لقاء مستعجل يلتقوا في اسرع وقت حسب طلبهم. اذا ما قد حد يحكم عنه يقال هم مطالب هنسوفه. هم يجيبوا مطالب ويجيبوا حقوق هذا ويجيبوا شيء خاصهم ويجيبوا. اذا هم دائما على التواصل مع الاداره ما هي مشكله. يقال تخلق ازمه كيف كيف اليوم هذه ما تتطلب الاجبار العادي. هذه تتطلب قرارات حاسمه تستهدف ان الرجال يوقف ويلود حق عنده لياك يسمح. شنو مصلحتك انت في اليوم ان يتم. انا هذه ترى مسألة بالنسبه لي يندهر الجبين بين احنا هذو احنا جيد ربينا الناس ديك الساعات تمشي وعد البطاح يشتغل الكوبانية ورواية بالنسبة للسليم من فارما ومن وعدة التأمين والسليم كبيرة. نأسف ان اليوم تعود يعودوا واحدين هم يخسروا هذه السمعة ويعدلوها الشركة من الشركات الصغيرة اللي تتوطى على الحقوق وتنتهك حقوق العمال وكذا. ما كنا نختلوا لها ما يتواسى. هذا أرواقيش محترمين مسؤولين عدلوا كل الوسائل اللي ما هو في ترك بيك انهم هم منين عدلوا لهم التوقيف الجزئي مدة 4 سوايع. أولاد ما ردت قالوا لا نعطيك 48 ساعة تدخلوا معنا مفاوضات جادة حاولوا توصلوا الحل. ما تكلموا معهم ما تكلموا معهم ما عدلوا معهم اتصال. ومنين بقينا احنا مولي نحاولوا انت تخرج مبادره جاد الحل مثلا انه خطيتوا على الخط وتحاولوا. كنا داخلين مبادره هاي المبادره اللي شارها كده اللي بدت مبادره قادتها سنتين وجابرت على جميع المنسقين ومنسقين المركزيات 6 اللي مؤتلف منهم فريق البنادي وحاولوا ان تجابر معاهم الشركه في لقاء يأطر بدايه الحوار مع منادب العمال يستدعوا منادب العمال وتناقش معاهم حلول الازمه. تعنتت الشركة عن إجبار منسقي المركزيات النقابية. تجاوبت معنا المركزيات النقابية كامل قالت بدأت استعدادها للقاء ولكن الشركة أصمت أذانها عن ذا. وفعلا حاولنا محاولات اللي هي اللي تمخضت انتهت بعد نحن ندخله في الإضراب ما ينشبنا فعلا عن هماتية تصامم عن الحوار. هذا إشكال جميع مستويات شركة رقن الاتصال به كان إدارة المصادر البشرية وإدارة الاستغلال المنجمي هماتين اللي تمثل الاداره العامه هذا رسميا هماتين هذا كامل اتصلنا به لاجل فتح حوار ما اجبرنا استجابه من الشركه. فعلا احنا لا ننحاز للطرف اللي علينا عار من الانحاج له والعمال ومطالبهم والدفاع عنهم. هذا هو اصلا مشروعيتنا اصلا كمركزيات نقابيه لاجل الدفاع عن اكيد حقوق العمال. اذا رب في المقاطعه الوقت مازال على ما اعتقد 14 دقيقه حسب ما يشير المخرج. في الختام لا نحاولوا نشركوا اتصال اخير للاستاذ محمد حمود واليارك وهو مدعو عمالي في اتحاد عمال موريتانيا. الو استاذ محمد حمود. الو استاذ تما تصنتونا. الو نعم تفضلوا اذا كانت في مداخله اخيره. الو نعم نصنت لكم. الو اعطينا مداخله اخيره حول البرنامج. يا اخي لا نجاوب لا نتكلم على نعم لا نجاوب الاخ الفدرالية العام العمال. محمود حمود ما له درك من تجاوبه؟ هم تحت مالك العمال. هو حد لا يحمي العمال. لا نجاوبه بعد استطعتني خليني نجاوب. احنا هون شو وقال عنهم يحموا العمال هم اللي يكون عفوا. تفضل. قال عنهم يحموا العمال من راح حماية العمال حد قبول. هذا الصقع عاد اتهام على ما اعتقد.
تسأل. أعطونا الصوت المخرج إذا سمح يعطينا الصوت. ألو 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 الصوت إذا عدت قلت تعيد لنا الفكرة اللي قلت التالية ما سمعناها. ألو إذا عدت قلت تعيد لنا الفكرة التالية. ألو ألو معاك. ألو ألو معاك وصلت لك. نعم اتصلت لي. ايه انصنت لك. اتصلت لي. ايه. شو قلت انا هو الاخ قال حقني اضراب. قال حقني اضراب. حقني اضراب مما كان هو قال مات ال 257 من قانون الشغل وال 258 والله كان هو بتاع قانون الشغل دائما على سر المشتغل ولا مشاكلهم الخاصه. هذا راني مسوي له السؤال. قال علينا نحن ما مشينا معاه بالاضراب. احنا ما تعرفش قالوا لنا. قالوا لنا عنا ما نمدد وعنا ما نمناديك وزر الشركه وعما تابعين عمال ولا يمكن الحكومه لا يسوي الشد حركه العمل الشركه ورانا نعرفناها وعنا تابعين عمال وعندنا عمال وغيرها ولا شدت حركه الدوله الاقتصاديه للشركه وتمت مستمره سمعت ولا بدكم تعدلوا على الواحد يبيع وتنشر الصواب ولا شكرا. شكرا شكرا لك محمد احمد شكرا لك. هو الاختلاف في الراي قال عنه لا يفسد في القضية في ودي قضية هو في النهاية على الاتحاد انا قاعد ما يعني نرد. لا انا لا يرد لي تخلوا عنكم احبيبي انا لا يرد لي قال انا لا نقول انه تو نختار الناس اللي قال لنا معاه الصبح يوقف في بريد في الزوارات واحد رقوق رقوق الزوارات دول مهودات شوي ويعيط الصحافي تنعت له تنعت له عندهم خلقته هذا بعد قاعد يحسن الروايه إلى عاد ما هو عند الرد الاخر احنا كذا. انا على كل حال انا نصيحه خويا انا بالنسبه لي انا اعتبرني انا نقابي بالنسبه لي العمال كانوا يعني الحق غير حق حد منتسب معي موقع حد ما منتسب غير بالنسبه لي قضيه العمال انا نختاره ما يوحى له ذا النوع ما يوحى له ذا النوع هو انا قدر انه هو ما يبقي يدخل اضراب نتيجه الامام ما اقتنع به وامام ما هو رافع ليه والله وقد قاعد مع جماعه اخرى ما هي مشكله غير انك انك توقف ضد الناس انهم يمارسوا حق طبيعي في اضراب ما يتواصل عقبها كان الماده 57 357 قريت و 58 و 61 و 62 ما فهم شيء في حق الاضراب ما نعرفه قاري هو يعرفه ويسوي الموليه الزوالات اللي راهم يعرفون يعرفوا كان يعرفون ما يعرفوا نعرفوا حتى. اذا ربما السؤال الاخير مازال اعتقد 5 دقائق والله السؤال الاخير هو استاذ ظاهر لكم عن شنو السيناريوهات اللي قايس في هذا الاضراب حقيقه هو شفت التصاعد خلقت فيه احداث حقيقه كبيره كانت يعني متسارعه حيث قاع ما اعرف ياسر قاع من راي لكن ما اعرف يدي خلق شنو لا تم عمال سنين ضاربين اذا هم مفصولين انا وتصير في التساؤل الاحداث فيه ظاهر لك عن انا السيناريوهات المطروحه لشو انا ما اتوقع فعلا على ان الشركة إما تتعقل وتكف أساسا عن الإدارة وهذه القرارات المرتبكة اللي تزيد الطين بلة وتشكل خطر على السلم الأهلي أظن على أن الزوالات فات تذاقت الأمرين من تدهور السلم الأهلي وليس هنالك حاجة إليه وإحنا نوقف ضده نحن نوقف ضده ونوقف ضد التحريض له و و و و ويارت ما تنسعى في تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه الآن. يارت الشركة تبدأ. يارت لا 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 إحنا ما نهدد. يارت الشركة لا إحنا نحذر من شيء قد تتطور إليه مثلا الأمور ينجم عن اتخاذ عن قرارات مثلا ما هي متعقلة ومرتبكة ولا هي ولا هي ولا تقدر الخطورة للقائمة. هذا هو اللي نحذر منه لعل يتطور الامر الى ما لا تحمد عقباه نفضل على الشركه تدخل في حوار جاد مع ممثلي العمال يسوى من اي طرف كان هذا اللي مثل اخونا هذا والناس الاخرى انا شفت اللي ماشي عكس التيار لا هذا المتصل وحده ما شفت حد ماشي اخر عكس التيار هذا رايه نعم 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 فعلا هو عكس التيار راي انت تعكس مثلا احنا ما اللي واحدين فيه ما هو جدوى بلا جدوية عنده بلا ولا مردوديه هذا حر فيه قرر تقعد الناس كامله
وهو هذا لا يوقف يقول عن مثلا على الاضراب ما هو شرعي ولا لا، وتوقف الناس الاخرى وتدافع عن انا انا عن ذي معدل عليه ذي الاضراب. هذه الزياده المعتبره والامور الاخرى اللي متمسكين بها العمال يدافع عنها، تدخل الشركه معهم في حوار ويتوصلوا المخرج. وفي حالة الشركة ما تعاملت مع هذا وتم التلام الصميم على موقع لا يتوقف الانتاج بشكل نهائي بهذا الاخر. كيف قلت لك 60 سيميلاسيون هذه يفهموها للسليم خدعة يخلق ولا يقد ما يقد يستمر اكثر من نهار اثنين، ونتيجة الاستمرارية توضع كانت قائمة شمل الانتاج كان موجود وديرانه في قطار شحن به قطار هذا النوع ممكن بتعسير تتمرق قطار لنهار بهذا الشكل، ولكن هذا محدود زمنيا. إذا لا يتشل حركة الشركة ولا يتفقد لا يترتب خسارة هائلة جدا، لأن تنقص المبيعات تنقص مداخل الشركة، وهذا هو الكارثة الحقيقية اللي مسؤولية جسيمة تحميل الشعب الموريتاني وراء سنين رايحة على الشعب الموريتاني كامل. طبعاً تحميل رئيس الشعب الموريتاني آثار هذا وتحميله البلد يال الترقاج اللي معدلها يفكر الفكرة حول التمادي في الاتجاه. يلا تبدل من هذا تخليك حوار جاد ويتفل العمال بذاك اللي توفق معهم عليه واللي مازال طرح مطروح للنقاش يستمر حول النقاش يتوصل فيه حلول منطقية، وهذا ممكن ومتاح وميسور. وقد خلق هو مايو الماضي خلق توقف شل حركة السنيم، وهو اللي في طبيعة لأن يعني دخلت في حوار شاد مباشر مع منادي من العمال ونتج عنه ذا الاتفاق اللي نتكلموا عن آثار وركتية. لماذا ما تعل الكرة وتعلها كل مرة ولا تمشي قاعدين يوصل له؟ احنا اسعينا اعلن ما انا الحقوق مرحلة هاي المرحلة اسعينا اعلن ما تخرج. طرقنا جميع الابواب سنتين طرقنا جميع الابواب نقابات وشركة حاولنا معاهم اعلن ما نوصل لذي الحد ذي الحد ضاركتي وصلنا له. يعني يعلت يخرج الحوار ويفضي لنتيجة مشرفة للجميع لا غالبة ولا مغلوب. هو ونستمر في الحياة وفي الانتاج وفي الربح نستمر في الحياة والانتاج والربح ونكفل الاقتصاد الوطني زهرته انها ما تذبل زهرة الاقتصاد الوطني. السنين ما هي الصايبة عن عمالها وعمال السنين مولي ما هم صايبين تماما. انا نقول للمدير دائما المدير الشركة مثل الشركة نقول ما بين يكون هذا المكتب انتم تسعوا لمصلحة الشركة وبالتالي مصلحة الشركة تؤخذ من الاهتمام بالعمال بهم اللي هم اللي حاملين مصلحة الشركة، وأنا أهتم مصلحة العمال غير مصلحة العمال تؤخذ من خلال مصلحة الشركة استمراريته من مصلحة العمال هي أكبر مصلحة العمال استمرارية الشركة. وهذا ما أنا منكذبين فيه وهو اللي نتناقش حوله غير ما تجيه القرارات الأحادية ولا يجيه التنكر الالتزامات ولا يجيه الفوقية لا يجيه الحوار ويجيه الإرياحية ويجيه التناغم ويجيه الواقعية والتعامل مع الواقع إن شاء الله القفز على الواقع. كنا يختاروا حد يعود من ممثلين للشركة وعود حاضرين معنا قال للأسف ما قدينا نحصلوا عليه وكل بعد يختاروا يسمعوا هذه الرسالة. في النهاية فمس النقطة شوي تجيبني تحاول تلخص لجواك في دقيقة لأن الوقت مثال ولا دقيقة. فهم قضية سلمية الإضراب هذا المتصل لما أعتقد شار شوي نقطة على أن فهم واحدين من العمال هم عادوا قاعد شوي لهي يدخلوا العنف ولا عادوا يفرصوا الناس ولا عادوا يقولوا فهم خاسر الناس اللي ما يدخل معهم الإضراب. هذه يدير سلمية قضية سلمية ما هو صحيح. هذه معلومات ما هي صحيحة لأن هذه العمال اللي عاد معهم الإضراب ما عندهم أي مصلحة بيعدلوا شيء خاسر بيقول هذا قوتهم في وحدتهم وفضوح لهم الرؤية هذا واضح لهم الرؤية اللي دوروا يعرفوا هذا اللي دوروا مطال اتفاق مبرم يدوروا تطبيقه. ايش بيعدلوا اولا لا تقول الفقره تقبل قوس ياكنوا في فقط هم معتصم هم مهرجاناتهم يعدلوها في قلب المدينه شريان المدينه فيه البنوك فيه البيج ماركت يعني الاسواق الكبيره فيه المصالح كامله واخذ من السيارات واخذ منه ما قد تأذى لا بنك لا سوق لا مواطن عادي
بل أخلق أجمل من ذلك وهو التناغم مع الإدارة. الإدارة يعني الممثلة للدولة، الوالي والسلطات الأمنية تناغموا معهم وتتفقوا على تسيير حتى المهرجانات. لا الوالي اليوم للأمانة، الوالي اليوم الشاذ بموقفه اللي كان في اجتماع الليلة مع مفتش الشغل مندوبة العمال اللي في اتصال اللي عدل مع أحد المواقع، الشادت بالدور اللي لعبه الوالي. نعم الإدارة هم تناغم، هم تناغم، هم تناغم، هم تناغم، وهذا ما يثبت على أن هذه حركة مدنية راقية بقى على ما يمكن من الرقي والمسؤولية. وبالتالي هذه الأمور، هذا صيد المياه العكرة، المياه العكرة، وهلو 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 اهلو ما محاضرين معركة، لا حني ما محاضرين معركة، اهلو ما محاضرين، ما نقدر نقول لهم شغل، ربما يصمتون زين. إذا كانت في فإذا أنا كلمة الأخيرة نختار نقول قضية السيناريوهات المتوقعة السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لي ما قد نتوقع أي سيناريو على الأقل من طرف إدارة سين مستعبين لها الإدارة بقلب ينفهم هي الطريقة اللي تعامل بها. وبالتالي أنا أعتقد أتوقع أن العادي قد يجي حل، قد يجي ربما تدخل الحكومة، إذا دخلت لأنها فعلا الحكومة مطالبة الآن أن تتدخل لك تنقذ ما يمكن إنقاذه حتى ما تتفاقم القضية وتتطور إلى ما لا تحد عقبها. كما قلت لك نحن بالنسبة لنا سنين زهرة الاقتصاد الوطني ولا تقد تخلب إلى إدارتها ما هي رشيدة مع احترامي لا إدارة تخلي ما 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 تخلي تعدل لك ما نقول لها شيء هي عندها مواقفها هذا قلت كامل ما احنا ربما يعود عندها ربما من نقاط كم يظل يقعد عندهم حد ما عبروا عنها احنا نتكلموا في شيء يقعد فر عندها شو بعد ما رينا النقاط الصحفيه لان هذه النقاط اللي ظلنا فر هم يحمقوا الناس ممثل من الشركه يقعد يجاوبكم عليها كامل يا اخي هم يحمقوا الناس انت شوف شركه كبيره عندها اداره للاعلام والمواصلات وعندها امكانيات كانت يارتها تطلع راي العمل الحقيقه الحقيقه ما يخلقش هذا يجيبوا حد يتكلم اذا ما لا ما 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 قد انتم عدلوا تصاوم عن الحقائق هذا واقع ما بيت لا خايفين على يعود فهم اي تحامل على الشركه هنا لا لا حتى احنا ما نختاروا تحامل احنا ما صور على انك نحاول نعود حياه احنا ما نختاروا حتى احنا ما عندنا مشكله مع 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 الشركه احنا فقط نقولوا ان العمال إذا عادت الشركة عند إدارة عندها حريصة على مستقبل الشركة أكثر من حرص العمال وأكثر من حرص النقابات بيليها العمال الصبح إلى نقزوا إلى يقسوا بها إلى انقضت الشركة إلى يقسوا إذا عندهم يقسوا ما هو في الوقت أعتقد أن اسمحوا لنا يا أخوة المقاطعة. إذا مشاهدينا الكرام لم يبقى لي إلا أن أشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمة في السجو كل من الأستاذ محمد الحبيب والشريف عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM وكذلك الأستاذ محمد فال والشيباني وهو أمين عام فيدرالية المعادن المنطوية تحت كونفدرالية CNTM. إذا طبعا أشكر الطاقم الفني الذي أشرف معي على إنشاء هذه الحلقة. في نهايتها تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.